لما ذكر القرآن قال عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة: لقد دخلت عليه ضحا في يوم وفاته. قال: إن جبرائيل كان يدارسني القرآن في كل عام مرة، ودارسني القرآن هذا العام مرتين، ولا أراه إلا حضور أجلي. إذن يفقه منها، يستل. قبل أن نتكلم عن الملائكة، ثمة إشارات تأتي للإنسان لكن ليس كل أحد يفقهها. واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام فقه من أن جبرائيل جاءه راجعه درسه القرآن ذلكم العام مرتين، على أن العام القادم لن يأتي، وهو لن يأتي لأن النبي عليه الصلاة والسلام يكون قد قبض. ففهم منها، قال عليه السلام لابنته: ولا أراه إلا حضور أجلي. هذا أمر لا يسمى علم غيب. طبعا أنا أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نبي ويوحى إليه، لا يأتيني أحد من هذا الباب، لكن ثمة إشارات، لكن هي يعني تؤتى أو تأتي. وكذلك سورة النصر، لكن من يفقه من لا يفقه حتى في حياتنا اليومية.